مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات نجوم الفن الجميل. احنا النهاردة هنتكلم عن يوسف العسال، خواجة السينما المصرية كما اطلق عليه بعض الناس بسبب ملامحه الاجنبية. اسمه بالكامل يوسف جورج يوسف العسال، من مواليد 14 مايو 1947. بدأ حياته في شركة طيران، ونظرا لوظيفته المرموقة كانت معارفه كتير جدا لأنه كان ناجح في هذا المجال وكان محبوب، وأخذ فترة كبيرة في وظيفته في الطيران. فمن خلال وظيفته طبعا كان يعرف مخرجين ويعرف فنانين كانوا بيترددوا عليه، يعني اللي مسافر برا واللي جاي من برا، فكانوا أكيد بيعدوا عليه ويحتكوا بيه يعني. فتعرف على المخرج نازي مصطفى فاختاره في فيلم مجانين بالوراثة مع محمد عوض، وكان واخد دور واحد أجنبي وكان كومبارس، يعني ما كانش دوره ظهر قوي يعني. وبعدها شارك في فيلم الحب الأول والأخير إخراج حلم رفلة، نظرا لملامحه الأجنبية والوش الأبيض الأحمراني والعيون الخضرة والشعر الأصفر، فتحس فعلا إنه أجنبي. وكان إتقانه للغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بطلاقة، لدرجة إن ناس كتير يفتكروه ان هو اجنبي. وتوالت عليه الاعمال السينمائية وعمل الكل عايز يحبه، هكذا الايام وجنس ناعم والعمر لحظة وفتوة الناس الغلابة. كان طالع هو الكابتن الطيار اللي في اخر الفيلم لما كان صلاح السعدان لابس العقد ومختفي، وكان هو الكابتن هيطير بالطيارة. وعمل انا بضيع يا وديع ودكان شحاتة وعدد كبير من الافلام، وشارك ايضا في بعض المسلسلات التلفزيونية زي حنان وحنين وامام الدعاء وابو ضحكة جنان اسماعيل ياسين وعائلة الحاج متولي وعدد كبير من الاعمال الفنية. وكان اخر اعماله كان الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين، كان هو عامل شخصية ديليسيبس صاحب فكرة حفر قناة السويس. يعني رصيده الفني سواء في السينما أو في التلفزيون يتعدى 200 عمل فني ما بين أفلام ومسلسلات، ويعتبر 95% أو 98% من أعماله لعب فيها دور الخواجة أو دور الأجنبي. بالنسبة بقى لحياته الشخصية، هو اتجوز مرة واحدة بس برضو من خارج الوسط الفني، وكان له ابن وحيد اتوفى قبليه ب 13 سنة. أما بقى بالنسبة للحظات الصعبة في حياة يوسف العسال، انه بالتحديد يوم 19 نوفمبر سنة 2014 ارحل عن عالمنا يوسف العسال اثر جريمة قتل بشعة حصلت في شارع بغداد في مصر الجديدة. في اليوم ده حصل ان دق جرس الباب، وزوجته كانت في الحمام، فتح هو الباب لقى 4 اشخاص داخلين عليه الشقة، قالوا له احنا بتوع الكشافة ومحصلين الكهرباء. دخلوا الشقة وبصوا على العداد وقالوا له انت عليك مبلغ قد كده. دخل الغرفة عشان يجيب الفلوس، وهم دخلوا وراه كمموه من بقه وضربوه بالبنيات في وشه وكتفوه. خرجت الزوجة من الحمام تجري مخضوضة طبعا، حاولت تروح ناحية الشباك وتصرخ علشان تستغيث بالجيران، راحوا مكتفينها وواحد منهم حط ايده على بقها وسألوها فين ذهب ابنك. هي استغربت جدا لأن ابنها مات من 13 سنة. المهم هم قلبوا الشقة رأسا على عقب وبهدلوا الدولاب وطلعوا الهدوم من الدولاب وقلبوا السراير والمراتب وفتحوا الادراج بتاعة التسريحة وبهدلوا الدنيا في الشقة، وفي الآخر ما لقيوش غير 200 جنيه بس. المهم بعد ما قلب الدنيا جم في الآخر قالوا لها لما جوزك يفوق قوليله كده المعلم أخد حقه، ولو اتكررت تاني هنعمل فيه اكتر من كده. بعد الناس ما مشيوا هي جريت طبعا وقعدت تصوت وتصرخ. راحوا الجيران طلعوا لها الشقه واتصلوا بالشرطه، ولما الشرطه جت فوجئوا ان يوسف اتوفى نتيجه الصدمه الشديده اللي تعرض ليها، وكان عمره 68 سنه. بس الغريب في القصه دي ان محدش عارف هل هو انتقام ولا غرض للسرقة، محدش عارف. الموضوع محير فعلا،
لأن مراته قالت إنهم قلبوا الشقة كلها وسألوني على ذهب ابني، وفي الآخر لقوا 200 جنيه خدوها. بس الغريب في كده إن السلسلة الذهب اللي في رقبة المرحوم يوسف العسال سابوها زي ما هي، ما خدوش حتى السلسلة. إزاي يبقوا رايحين غرض للسرقة ولقوا سلسلة ذهب في رقبته وما خدوهاش؟ فالموضوع فيه غموض شديد. ولما هم غرضهم إن دي مش سرقة، يقلبوا الشقة ليه وياخدوا 200 جنيه ليه؟ وفي الآخر قالوا لها إن المعلم كده أخد حقه. طب معلم مين؟ محدش عارف. ويوسف أصلا إنسان مسالم ملوش أي أعداء، حتى الجيران اللي معاه في نفس العمارة كلهم بيشهدوا بأخلاقه وبهدوءه. بس لغاية تاريخ النهاردة الشرطة ما قدرتش توصل للجناه. وبعدين مفيش كاميرات على باب العمارة، وبعدين مفيش كاميرات في مدخل العمارة، فالشرطة ما قدرتش توصل لهم، فقيدت ضد مجهول. نفس قصة مقتل المخرج الكبير نياز مصطفى، برضو لحد تاريخ النهاردة محدش يعرف مين اللي قتل نياز مصطفى، ربنا يرحمه برحمته. عجبك الفيديو؟ دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.